أسعد الله مساءكم مشاهدينا وحلقة جديدة من الكابتن. بعد قراءة للمشهد الكروي منذ بداية الموسم إلى اللحظة، ارتأينا الليلة ضرورة تسليط الضوء على موضوعين غاية في الأهمية. أولهما المدرب الوطني الذي يعتبر الخطوة الأولى في تطوير الكرة الأردنية، بل حجر الأساس. المدرب الوطني للأسف أصبح شماعة لأخطاء إدارية تعلق عليها الأندية أو حتى الاتحاد المنظم خسارة مباراة أو بطولة. فالأصل أن نرسم خارطة طريق لجعل المدرب الوطني ثروة، نعم ثروة، ولكن هذه هي الصورة المرسومة في الأذهان حاليا عن منتجنا الوطني. فكيف لها أن تتبدل لتصبح أو لن يصبح دولة مصدرة لا مستوردة للمدربين؟ فالسؤال يكمن، كيف للمدرب الوطني إثبات ذاته وصون حقوقه في زمن الاحتراف؟ هذا من ناحية. وفي الناحية الأخرى نتحدث عن ركن آخر، ألا وهو اللاعبون وكيفية ضمان مستقبلهم مع رفع راية الاحتراف. فتبقى هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية على عاتق الاتحادات الرياضية والأندية على حد سواء لحماية الرياضيين والأندية والاتحادات من النتائج المدمرة ماليا ونفسيا، نتاج الإصابات الرياضية. فكيف هو النموذج الأردني المعمول لحماية لاعبينا ومستقبلهم الضبابي؟ الكابتن استلم الشارة وإلى العناوين. الكرة الأردنية تعاني الجفاء مع مدربها المحلي، واللاعبون في الأردن يمارسون الرياضة دون تأمينهم من مخاطرها. أهلا بكم في أولى مواضيع حلقتنا لهذا اليوم والحديث عن المدرب الوطني. مهنة التدريب من أصعب المهام في الرياضة وتحديدا كرة القدم، وكون الكرة هي الرياضة الشعبية في الأردن فإن نجومها يطمحون إلى مواصلة المشوار، مشوار النجومية بعد اعتزالهم كمدربين. إلا أن حبل الثقة بالمدرب الوطني ما زال ضعيفا وتائها ما بين الندوية والجماهيرية من ناحية، والعناية المطلوبة من أصحاب القرار من جانب آخر. المدرب الوطني كلمة تتردد دائما في عالم الكرة الأردنية، فبات الأمر متأرجحا بين مؤيد ومعارض لتولي المدرب الأردني قيادة الدفة سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات. ومع تطور نتائج الكرة الأردنية محليا وخارجيا، فإن هذا التطور لا يوازيه ظهور مدربين محليين لقيادة هذه الفرق نحو الإنجازات، لوجود عوامل عديدة منها الثقة بالمدرب الوطني وأيضا اعتباره الحلقة الأضعف في الكثير من المواقف. الكرة الأردنية خرجت العديد من الأجيال كلاعبين نجوم استمروا في طريقهم نحو التدريب وباتوا يملكون الخبرة والحنكة لقيادة فرق المقدمة والمنتخبات الوطنية بعد صقلهم لسنوات عديدة. وبالرغم من الأعداد الكبيرة للمدربين الأردنيين الحاصلين على شهادات التدريب الآسيوية الآن، إلا أن الغزو الأجنبي للمنتخبات والأندية يتواصل بالاستعانة بمدربين عرب وأجانب ليكونوا رجال المرحلة في فرقهم، مما يجعل المدرب الأردني حائرا إلى أين يتجه. في الساحة الخارجية فإن تجارب المدرب الأردني تكاد تكون شحيحة جدا، فمدربين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة خاذوا تجربة التدريب الخارجي، أبرزهم عبد الله أبو زمع الذي درب في الكويت ولبنان وهيثم الشبول في الإمارات والعراق. وللحديث عن المدرب الوطني ومشواره في الكرة الأردنية ينضم إلينا أحد أهم نجوم الكرة الأردنية السابقين ومدرب المنتخب الوطني السابق الكابتن جمال أبو عابد. شرفنا كابتن. مساء الخير. كله سابق سابق كله سابق والله. إن شاء الله تكون لاحق. إن شاء الله. شكرا. طيب كابتن جمال، حديثنا اليوم عن موضوع مهم، مدرب الوطني. بدنا نحكي عن همه كيف يثبت ذاته لأنه هذا منتج وطني. شو صار في المدرب الوطني؟ الجميع دائما يتساءل وعم نشوف دائما تغييرات، إقالات واستقالات. كيف تنظر للمدرب الوطني؟ شوف، هو بشكل عام الإقالات والاستقالات بتشمل جميع المدربين، وهو المدرب الحلقة الأضعف في موضوع كرة القدم الأردنية، إن كان أجنبي أو إن كان محلي. ولكن المحلي
بسبق الأجنبي بالقرار، بأنه بكون قراره أسهل على النادي وعلى المنتخب بأنه يتخذ قرار، لأنه مرات ما بتحكم بين أصحاب العلاقة، ما بتحكم ضوابط أو عقود بتخلي الأندية تلتزم أو بتخلي المنتخبات تلتزم بشكل كبير مع المدرب الوطني، وبالتالي بيكون سهل خروجه وعودته للتدريب. وهذا الإشي بصراحة يمكن في عدة أجزاء، في جزء من النادي والمنتخب وفي جزء على المدرب نفسه، بأنه هو رضا بالعقود ورضا بالشروط، هذا بيخليه كمان عرضة بأنه دائما يكون الحلقة الأضعف زي ما حكينا. طيب كابتن، قبل الدخول في نقاش بتفاصيل عن كلام مهم تكلمت فيه، وشو هي الإجراءات الواجب على المدرب أن يفعلها حتى يحمي نفسه، لكن هناك دائما حتى نفهم من يسمعنا من غير الرياضيين، هناك كلمة مدرب وهناك مدير فني، على من تطلق هذه المسميات؟ شوف، المدرب اللي هو الممرن أو يعني هذا مصطلحات بصراحة يعني احنا جبناها من اوروبا وجبناها من الدول الخارجيه، واللي هو مدير فني. هو المدير الفني هو المدير الرياضي للمنشاه كامله، يعني هو اللي بنظم كافه امور النادي او الاتحاد فرضنا، لانه المدير الفني هو يعتبر اكبر وظيفه في النادي او في الاتحاد بالنسبه للنواحي الفنيه، زي ما بنقول في مدير فني اتحاد كره القدم او مدير فني نادي رياضي، لازم يكون مسؤول عن كافة الأمور اللي بتخص النواحي الفنية. أما المدرب فهو المدرب اللي بينزل على الملعب، واللي هو بخوض التدريبات مع فريقه، والأصل إنه بصراحة إنه يكون مدرب بالنواحي اللي إحنا بنشتغل فيها، والمدير الفني بيكون مدير رياضي لكل النادي، بينظم كل الحالة الفنية نعم. طيب المدرب الوطني حديث الأوساط الكروية بين الحين والآخر، لماذا يطلق عليه دائما مدرب طوارئ، المدرب الوطني، أو ما شئت من التسميات؟ شوف، هو مش كل المدربين مدربين طوارئ، هو المدرب اللي برضى يكون مدرب طوارئ هو مدرب طوارئ. طب من هو المدرب الذي يقبل على نفسه، أو شو شخصيته، أو إيش بيصير معه لا يلقب بالطوارئ؟ شوف، يعني عدة ظروف. الناحية المادية مهمة جدا، خاصة نكون صريحين جدا بأنه الناحية المادية، بأنه حاجة المدربين للعمل هذا جزء مهم جدا، هذا بتتكئ عليه الأندية والمنتخبات، وكل إنه هذا المدرب بحاجة عمل، فبحاجة راتب، عنده التزامات، فبالتالي بيكون للأسف بأنه المدربين بترضى بالعمل وبأسوأ الظروف. نعم. وبالتالي يمكن هاي ناحية في شخصية المدرب مش كويسة، لأنه ممكن أنت تصبر سنة وسنتين ويجيك شغل يعوضك عن السنوات الماضية، ولكن شخصية المدرب لازم تكون دائما في المستوى العالي. طب كابتن، يعني تكلمت عن موضوع كاريزما وشخصية المدرب، وهي واحدة من أهم الأشياء الرئيسية الواجب توفرها في المدرب الناجح، ما بتعتقد أنها بتهتز نوعا ما إذا صبر بداية؟ هذا واحد. اثنين، إذا قبل على نفسه أن يأخذ ضغوطات معينة، لأنه هذا بقود لإشي تاني. يعني ما هو شوف، احنا في المدربين كمان مصنفين، يعني بأنه في مدربين يعني نحكي بصراحة شوي، أنه في مدربين منتخبات، في مدربين أندية، في مدربين أقل درجة بينها بترضى تشتغل في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية. نعم. صح أنه بكون عندهم طموح أنهم يتطوروا ويوصلوا لمراتب أعلى، ولكن بالطريق إلا ما يكون في عثرات هناك، إلا ما يكون في إقالات، إلا ما يكون هاي بتأثر على شخصية المدرب، بتأثر عليه بأنه يصير يتنازل شوي شوي حتى يوصل بأنه يصبح مدرب طوارئ، وبالتالي هاي الناحية سيئة جدا، وبالتالي يؤخذ عليه بأنه احنا وقت ما بدنا بنقدر نروحه، وقت ما بدنا بنقدر نرجع. طيب مدربين بيحكوا عن نفسهم احنا مظلومين، مين ظلمهم؟ يعني هم مظلومين وظلموا انفسهم، يعني الناحيتين مظلومين، بانهم طبعا ما باخذوا الفرصه كامله، لانه لو جيت للمدرب الاجنبي الا من رحم ربي او من الانديه، يعني في انديه لا بتصبر على مدربينها، وهذا شيء يحترم في الانديه، بينها الها بالنهايه انها تقيم العمل ككل أو العمل كامل، وبالتالي في أندية أو منتخبات لا، هي بتقيم العمل مرحلي، وبالتالي بتأخذ قرارات متسرعة بتأثر على المدرب، وخاصة أنه المدرب المحلي، لأنهم عارفين أنه ممكن تكون ديته أقل من المدرب الأجنبي.
طيب انت كابتن عملت او عملت مع اكثر من مدرب سواء عربي او اجنبي، ماذا يقدم المدرب الاجنبي اضافه كتدريب او خبره تدريبيه للكره الاردنيه خلال مسيرتك مع هؤلاء المدربين؟ شوف شوف احكي بصراحه، ما حدا قدم للكره الاردنيه كاضافه للكره الاردنيه غير محمود الجوهري رحمه الله. هذا الحكي قولا واحدا، ان كان على مستوى الدائره الفنيه لما كان في مرحلة إعداد المنتخبات وتنظيم البطولات وتطوير البطولات تطوير المنتخبات، بصراحة يعني من خلال عمله في المنتخب الوطني كان كمان لما صار أفضل على المركز جابه المنتخب الوطني اللي هو 37 على العالم، نعم، كان مع محمود الجوهري، ومش من نتيجة فراغ، نتيجة نتائج ونتيجة أداء عالي، وشفنا الكل كان بيشهد بال2004 وال2005 ولما صار مدير فني الكابتن، نعم، محمود الجوهري. بصراحة كل يوم عند محمود الجوهر الله يرحمه دورة للي حواليه كلهم، بأنه كان شغله بصراحة منظم جدا، ويمكن إحنا للآن ماشيين على بعض أعمال محمود الجوهر. يعني خلال تعملت مع فترة 2004 ل 2009، أنا عملت معه لحد ما انتقل لرحمته تعالى رحمه الله. لكن ما أهم ما يميز الكابتن الجوهري اللي أعطى إضافة أيضا لكم كخبرات كمدربين وطنيين؟ عملت أيضا مع عبد الله أبو جمع، عمل معكم في نفس فريق العمل. عرف محمود الجوهري الله يرحمه بأنه كيف تدار الكرة الأردنية، وكيف تابعها من الواعدين للمنتخب الأول، متابعة حثيثة، سوى مراكز الواعدين بشكل صحيح، كان متابع هو على أرض الملعب للاعبين، يمكن بالنسبة للمنتخبات كان اهتمامه كتير كبير، كان يعني زي ما بقول لك بانه يعني لما بيحكي مع المدربين المنتخبات هو بعطيهم دوره مبطنه، بانه من خبراته الكبيره، بانه يعطي الناس هدول بانهم كيف يشتغلوا، وما كان ياثر على اي واحد فيهم، يعطيه شخصيته كامله، ولكن من خلال انه يبرز في عمله. نعم. طب كابتن جمال، يعني بدنا نتحدث، حكينا عن المدربين، لكن في الأردن بيوجد 759 مدرب حاصلين على شهادات التدريب الآسيوي بكافة مستوياتها، سواء المستوى الأول A، مستوى تاني B، والمستوى C بكافة المستويات. هل هذا العدد من المدربين، هي 759 بمختلف المستويات، هل هذا العدد يؤثر إيجابا أم سلبا على موضوع قدرة المدرب الوطني على إثبات ذاته بالمستويات الموجودة؟ مش مهم الكم، المهم النوعية اللي بتقدر تشتغل في الظروف الحالية، في ظروف الأندية اللي، نعم، اللي بتقدر تشتغل تحت الضغط. صح إنه الآن عندنا الدورة البروفيشنال، يمكن صار عندنا إذا أكثر من 50 مدرب حاصل على دورة البروفيشنال، بس هل موجود العمل لهدول الناس؟ طب نشوف العاملين. نشوف 759 مدرب، ولكن العاملين منهم 257 مدرب بمختلف الأندية، سواء كانت درجات الأندية المحترفين أو بطولات المحترفين، أندية الأولى الثانية الثالثة أو حتى في المراكز والأكاديميات. بنحكي 33% تقريبا كابتن العاملين، رقم طبيعي؟ رقم لا مش طبيعي، بانه يمكن الكم كبير. الكم كبير، يعني عمالنا بنعطي دورات بشكل كبير، ولكن بصراحه يعني نوعية. لازم نشوف شو مردودها هاي الدورات. يعني احنا عمالنا بنسوي السي، بنسوي 20 دوره، وبنسوي البي، وبنسوي الاي، وبنسوي المحترفين، ولكن هل حاولت تطور المدرب من خلال زجوا في العمل ولا بس؟ طب مسؤولية تقييمه على عاتق من تقع؟ الكل لما الاتحاد الأردني بيسوي دورات لازم يوجد لهذه الدورات كمان عمل، حتى إجبار المدرب إنه ما ينتقل من مرحلة السي للبي للاي إلا من خلال ما يكون اشتغل على القليل لمدة سنة في نادي أو في فئة عمرية حتى، نعم، ينتقل يقدر يأخذ شهادة البي. ولكن الآن عمالنا حتى بنشوف إنه سمحوا للاعبين، نعم، إنهم يأخذوا دورات، وهذا إشي سيء يعني. بصراحة اللاعب لازم يهتم بلعبه أولا، ثم بعد اللعب ينتقل لمرحلة إذا اتجه للتدريب إنه يبلش يأخذ دوراته، تركيزه بشد. طبعا إن لما بتحط لاعب إنه يأخذ دورة بصراحة مش منطقية. كلام منطقي. كابتن، مستمرين معك، احنا بحديثنا الأول أسسنا لموضوع المدرب الوطني بالأرقام وبالحديث،
بعد الفاصل راح نتحدث أكثر عن هموم المدرب الوطني. إذن نتمنى أن تبقوا في المتابعة حديث شيق بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، ونواصل الحديث عن المدرب الوطني في عالم كرة القدم، وننتقل الآن إلى مشوار المدربين مع الأندية ومسلسل الإقالات والاستقالات الذي يتواصل من موسم إلى آخر. ما شاء الله مجموعة كبيرة من المدربين. كابتن جمال، ما يزيد عن 30 مدرب على 12 نادي محترف تم تغييرهم لغاية هذه اللحظة، وربما الرقم قابل للزيادة. يعني 3 مدربين لكل نادي مش كثير، انت لا تحسدهم. يعني شوف، لما بنقول الحلقة الأضعف هو الحلقة الأضعف، لما الجمهور بزعل مش ممكن يروح لا رئيس النادي ولا اللاعبين. اللي ممكن يروح واللي هو الحلقة الأضعف اللي هو المدرب، وللأسف بأنه حتى لو كان عنده عقد، حتى لو كان عنده شرط جزائي، فبده يروح ويروح يشكي، وقبل ما يأخذ حقوقه بيكون هدية الأمور شوي بالنسبة للمدرجات. طيب هنا وين دور الاتحاد المنظم بالتشريعات لحماية المدرب من إقاله ولا يأخذ مستحقاته المالية ويتم تعيين مدرب آخر؟ شوف، الاتحاد مقصر من ناحيتين، من ناحية المدرب ومن ناحية اللاعبين. بالنسبة للمدرب بروح بشكي، وبالآخر حتى لو قبلت شكوته وبعد ما تداول، يعني في شكاوي صلها سنتين باتحاد كرة القدم، للآن ما انبت فيها، ولما ينبت فيها بأي حق بأنت بتقسط للمدرب أو لللاعب على 10 شهور؟ أي مشكلة مالية؟ نعم، ما بصير هذا الحكي، لا يجوز لا بالفيفا ولا بالاتحاد الآسيوي ولا بالاتحاد الإفريقي ولا بأي مكان، بأنه أنت تتجبر باللاعب أو بالمدرب وتقسط له حقوقه اللي هو كسبها قضيته لمدة 10 سنوات. هذا إذا قبلت قضيته. بعدين الناحية الثانية، أنت الأصل أنك ما تسجل لنادي أو ما تسجل له مدرب ثاني أو لاعب محترفين إلا لما يكون في عنده مخالصة لجميع لاعبينه. ولكن إذا أنت كمان مقصر بالنسبة للأندية ومش عمالك بتوصلها لحقوقها المالية بشكل منتظم، فأنت
في تضارب بينك وبين الأندية وبين اللاعبين وبين المدربين. موضوع العقود مع المدربين، تكلمت قبل قليل أنه المدرب يحمي نفسه بعقد ومع شرط جزائي، هل جربت هاي التجربة؟ يعني كان في شرط جزائي وما سألوا عنه وعملوا إقالة أو استقالة أو استغناء؟ أكيد، يعني شوف، مش بس أنا، يعني أنا عايش بين المدربين وعايش بين اللاعبين وعايش باتحاد كرة القدم وبالأندية. الشكاوي فظيعة، يعني عدد مهول من الشكاوي، إشي معلن وعشرات مش معلنة، لأنه بصراحة الأسهل ما يكون بأنه روح اشكي، روح اشكي الشكوى، حتى ما فيش ممنوع أنت تشكي في محاكم مدنية، فلازم ترجع لاتحاد كرة القدم أو لاتحاد الفيفا. وشوف هذا بأخذ وقت طويل. إذا كان المدرب مضطر بتنازل عن جزء كبير من مستحقاته حتى يحصل على جزء آخر. نعم كابتن، بدي أشرك معنا كمان مدرب وطني أيضا له إنجازات، بنضم إلينا من لبنان بيروت المدرب الأردني كابتن عبد الله أبو زمع، المدير الفني لفريق الأنصار اللبناني، والذي يقبع حاليا في المركز الثالث على سلم الترتيب، ترتيب الدوري اللبناني. كابتن عبد الله مساء الخير بداية، منرحب فيك، وأنت مثال للمدرب الأردني في الخارج. أين يرى كابتن عبد الله أبو زمع المدرب الأردني؟ مساء الخير كابتن مهند، ومساء الخير للأخ كابتن جمال أبو عابد، ومساء الخير للجميع مشاهدين قناة المملكة. أهلا وسهلا كابتن. أخ مهند الله يعطيك العافية، يعني المدرب المحلي مدرب مميز ومدرب صاحب فكر عالي، وأيضا المدرب المحلي احنا شايفين أنه عم يشتغل على حاله وعم يجتهد، وحتى يعني لما ياخذ الفرصه في اي نادي محلي او في الانديه الخارجيه انه بيضع بصمه في النادي اللي بيدربه، حتى بالمنتخبات الوطنيه. نعم. المدرب المحلي اذا اخذ فرصته الكامله واخذ الدعم واخذ الثقه فهو بينجز. فهاي احنا كمدربين محليين الشيء اللي بنفتقده انه الدعم ما بيكون كامل من الأندية من الاتحاد، والثقة ما بتكون كاملة. طب أنت كنت في تجربة كابتن عبد الله مدربا للمنتخب الوطني، وتعرضت لضغوطات وتم إحضار مدرب أجنبي وتركت المهمة أو قبلت أن تكون مساعدا؟ والله شوف كابتن مهند، يعني أنا تجربتي مع المنتخب يعني كنت في فترة انتقالية، وقبلت لأنه قرار من سمو الأمير علي. طبعا سمو الأمير علي عندما يقرر فأي مدرب محلي طبعا مستحيل أنه يفكر أنه يرفض هذا الطلب. نعم جميل. كانت فترة انتقالية لعبد الله أبو زمع مع المنتخب الوطني، ولكن ما حصلت على الدعم والثقة الكبيرة اللي كان بتمتع فيها أي مدرب أجنبي. بأي يعني ناحية تحديدا يعني كابتن عبد الله؟ أنا اشتغلت كابتن محمد، أنا اشتغلت 8 شهور بالاتحاد الأردني، كنت متمني أن أقابل سمو الأمير لأشرح له على الظروف اللي أنا فيها والفترة الانتقالية اللي أنا موجود فيها والخطة اللي أنا عم بعملها، وكان في فترة إحلال وتبديل بهذه الفترة، ولكن نعم. بالفترة اللي أنا بقيت فيها 8 شهور للأسف ما قدرت أن أقابل سمو الأمير علي. طبعا كانت طلبي كان مقدم عن طريق أمين السر الاتحاد، ولكن للأسف ما قدرت أني أقابل سمو الأمير علي. ولكن المدرب الأجنبي، هاي نقطة يعني بسيطة، المدرب الأجنبي بأي لحظة ممكن يكون لقاءه مع سمو الأمير علي، والأمير علي لما أنت تقابله كمدرب محلي حتى أو مدرب أجنبي، الأمير علي يسمع والأمير علي يقتنع بكلامك إذا هو مقنع أو لا. ولكن للأسف إحنا ما قدرنا نوصل لسمو الأمير علي. يعني قصدك كابتن إنه 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 نشرح له الضرب اللي إحنا كنا فيه بالفترة. يعني كابتن أنت برأيك إنه طلبك لمقابلة سمو الأمير علي رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم لا يوصل بالطريقة الصحيحة من قبل الإداريين القائمين؟ لا مهند، أنا 8 شهور وأنا كنت في فترة انتقالية ومكلف إني أكون مكلف بتدريب المنتخب الوطني. 8 شهور كان عندي أواجه مشاكل كثيرة، وكان فيها كانوا جايبين مدربين أجانب غير كفؤ. وأنا كنت أحكي إنه كنت يعني بدي أقابل سمو الأمير علي عشان أحكي له الوضع الموجود، واكتشفوا ايضا يعني بالمستقبل لما ما جددوا لعبد الله بزمع ان هذول المدربين كانوا موجودين غير كفؤ. نعم. وكنت بدي احكي للامير ان اشرح له عن ظروفنا واشرح له عن الخطه اللي انا واضحها،
ولكن للاسف ما قدرت اوصل لسمو الامير علي، وانا حكيت لك سمو طيب. الامير عندما تقابل سمو الامير وتشرح له عن الظروف الموجوده، سمو الامير علي يسمع ويدعم المدرب الاردني. سمو نعم. الامير علي شخصيا لعبد الله ابو زمع دعمه في الدورات في انجلترا وغيرها، وايضا في المنتخبات، وايضا جمال ابو عابد، وايضا طيب. المدربين كابتن عبد الله بدي اشرك معي كابتن جمال ابو عابد، يعني سمعنا كابتن عبد الله في كلامه وحديثه، طب كيف بتشوف يعني هاي كابتن عبد الله موجود الان في عمله في الخليج ونادي الكويت الكويتي، وايضا الان مدرب ناجح في الامارات، يعني هناك امثله لاجتهاد المدرب على المستوى التعليمي الاكاديمي واخذ المنهج ومن ثم ايضا خوض هذه التجارب، كيف ترى هذه التجربه وكيف تعلق على ما قاله كابتن؟ شوف المدرب الاردني او معظم المدربين او جزء، خليني اقول جزء منيح من المدربين نعم. الاردنيين هم متسلحين بالخبره اولا نعم، وبالعلم وبالعمل، يعني عندهم خبرات عمليه وعلميه، وبالعكس احسن من المدرب الاجنبي بكثير، يعني انا مش عاطفي لما بحكي هذا الحكي، احسن نعم. من المدرب الاجنبي، ولما باخذوا فرصه زي ما عبد الله ان اخذ فرصه مع الكويت الكويتي وسوى نتائج كويسه والان بيشتغل مع الانصار اللبناني، احنا تعرض عبد الله لظروف يعني زي ما بيقولوا ازهق عشان تروح من المنتخب، وفعلا طلع من المنتخب وهو بيحكي. طب وتجربتك الظروف انت. بالنسبه لاحمد عبد القادر لما مدرب وهو بيدرب المنتخب الوطني الاول وبدخل المدرب الاجنبي على الملعب، بالنسبه لي يعني انت شفت بانه شيء معيب بانه تكون في مباراه وديه وانك تتقابل بقرار اقالتك، احنا لاعبين 8 مباريات نعم. 8 مباريات فايزين في 4 ومتعادلين في 2 وخسرانين في 2 مع انها مباراه وديه، ولكن هاي حجج واهيه بانه عشان يزهق المدرب الوطني طيب. لانه شوف في نعم. ناحيه مهمه جدا حتى يريح حاله الاتحاد او يريح حاله المسؤول اللي داخل الاتحاد من وجع راس، هذا بينتمي لاي نادي واخذ لاعب من اخذ قديش من هون وقديش اخذ من هون، ريح راسه ويجيب مدرب اجنبي حتى لو فشل، واحنا خلال 5 جايبين 15 مدرب اجنبي نعم ولا نعم واحد نعم. نجح. طيب كابتن عبد الله اعود اليك في كلمه اخيره قبل ما انهي معك، احنا نكون لك كل التقدير والاحترام ونتمنى ان شاء الله دائما تتوفق مع في قيادتك للأندية العربية، ولكن يعني بجوز كلامكم متشابه في أنواع الضغوطات، وأقدر كثيرا دبلوماسيتكم نوعا ما في طرح هموم المدرب الوطني وأيضا انتمائكم لمنظومة كرة القدم. يعني مهند يعني الله يعطيك العافية، أنا يعني يعني سريعا يعني أنا طبقت لهذا الموضوع لأن عشان تعرف إنه المدرب المحلي مطلوب، ولكن ايضا المدرب المحلي عليه دور انه نعم. انا لما اكون بدي اوقع عقد مع اي نادي لازم اضمن حقوقي كامله نعم. اضمن حقوقي كامله وما اجي بالساهل، هاي نقطه. النقطه الثانيه مفروض من الاتحاد مثل ما حكى الكابتن جمال ابو عابد انه الاتحاد يدعم المدربين واللاعبين، انه ما في مدرب نادي يستغنى عن مدرب وما ياخذ المدرب حقوقه، يعني لازم ياخذ حقوق كامله عشان توقع مدرب ثاني، هذا نعم. الشيء يجي من الاتحاد. اذا هي المنظومه هاي لازم تكون يعني يحميها الاتحاد نعم. الاردني لكره القدم. وصلت الصوره كابتن عبد الله، بدي اعتذر منك لضيق الوقت حتعطي مجال للمواضيع الاخرى. كابتن عبد الله اتمنى لك التوفيق، كنت معنا ضيفا من بيروت اللبنانيه، شكرا جزيلا لك. كابتن سؤال اخير، يعني على من تقع أو توقع اللوم في التعاقدات الفنية التي تعملها الأندية؟ 12 نادي بنحكي 30 مدرب، قرارات فنية معظمها خاطئة، يعني في أغلبها تعتمد على تعتمد كل الأندية بتعتمد على النتائج ما بتعتمد على استراتيجية إلا يعني من رحم ربي. استراتيجية بتكون بأنه إيش المطلوب من المدرب، إيش هدف النادي، هدف النادي او هدف المنتخب، انه هل بده بطوله، هل بده ثبات، هل بده يكون في مراكز متوسطه، هل بده انه يكون منتج للاعبين لبيع نعم. اللاعبين. الاصل هون انه احنا مش مفهوم هذا الحكي مش مفهوم. طب شو المطلوب من المدرب الوطني بشكل سريع؟ المطلوب من المدرب الوطني انه بصراحه يعني انا ما بلوم المدربين زي ما حكيت لك في انه مرات بتكون في حاجه، ولكن المدرب اللي مرتاح واللي مرتاح ماليا، مرتاح ماديا، مرتاح شوي. ماليا لازم يصبر على حاله حتى لو ما اشتغل، لانه بصراحه الوضع سيء جدا بانه انت نعم. تتعرض لهزات ممكن تاثر عليك وعلى مستقبلك لسنوات طويله من وراء قرارات ومن وراء تسرعك في انك
لقبول شغلات مش مناسبة. نعم، كابتن جمال أبو عابد نجم الكرة الأردنية ومدرب المنتخب الوطني السابق، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. إذا مستمرون معكم وتشاهدونا بعد الفاصل. تأمين اللاعبين الطبي والمالي ضرورة لنجاح التجربة الاحترافية في الأردن. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وننتقل الآن إلى موضوع في غاية الأهمية، وهو الذي يعتبر الخيط الذي يجعل رياضتنا بعيدة عن الخسائر سواء على مستوى الإصابات أو الخسائر المالية، وتعطي اللاعب مزيدا من الاطمئنان على مستقبله الرياضي. التأمين الرياضي للاعبين المحترفين أو الهواة، كيف يمكن أن يرتقي برياضتنا؟ التفاصيل مع معن العمر. نعم مهند، أصبحت الرياضة حول العالم إحدى ركائز الاقتصاد العالمي في نشاطاتها التي تجذب الملايين من المتابعين، لتصبح المنظومة الاحترافية في عالم الرياضة ذات عوامل دقيقة، فأركانها لها حماية خاصة، وأهمها اللاعبون الذين يؤمن عليهم من مخاطر الإصابات الرياضية. لعل السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه هنا، ما هو تأمين اللاعبين؟ هو عملية احترافية لممارسي الرياضة الاحترافية في المنافسات كافة، تضمن علاج اللاعب أو تعويضه هو أو ناديه أو الاتحاد المعني في حالة الإصابات والأضرار النفسية والمادية. تأمين اللاعبين يؤمن الجهة الرياضية في حالة إصابة اللاعب الذي من الممكن أن تكلف إصابته أو غيابه خسائر مالية أو معنوية، نظرا لأهمية نجوم الرياضة في العالم. يقسم التأمين الرياضي إلى احتراف وهواة، فالنموذج الاحترافي الدولي يتم فيه اقتطاع نسبة من رواتب اللاعبين لتغطية التأمين الرياضي ضد إصابات الملاعب، وتختلف هذه النسبة حسب العمر واللعبة ومركز اللاعب والتاريخ الطبي السابق. بالمقابل تتحمل شركات التأمين ومعيدو التأمين نفقات علاج اللاعبين ورواتبهم، إضافة إلى تعويضهم بدل العجز الجزئي أو الكلي عند حدوث إصابة. في مسابقات المراحل العمرية والجامعات يغطي التأمين التكاليف الطبية بعد فترة من الإصابة، ولا يتطرق لدخل اللاعب على اعتباره هاويا، ويتم بالشراكة بين الأهل والاتحاد أو المنتخب. أما في الأردن فلا يوجد تأمين للاعبين بشكل احترافي، ويطبق على نمط الهوى ولكن بنسبة متواضعة، حيث تعتبر قضية التأمين على اللاعبين في الأردن قضية شائكة نظرا لعدم وجود أسس وضوابط لها في الرياضة الأردنية، إضافة إلى ضعف رواتبهم مقارنة بالمحترفين في أوروبا. في حال إصابة اللاعب الأردني فإنه يلجأ لأحد الحلول الثلاثة، إما أن يتكفل اتحاد اللعبة بعلاجه أو ناديه أو على نفقته الخاصة، وهذا الأمر يجعل إدخال التأمين الطبي الرياضي إلى الأردن ضروريا للمحافظة على مستقبل لاعبينا وتخفيف التكاليف على الأندية. تكمن الصعوبات بتطبيق النظام التأمين الرياضي لعدم وجود شركات تؤمن هذا النوع من التأمينات، بالإضافة إلى رفض بعضها للتكلفة العالية مقارنة بتدني رواتب اللاعبين في مختلف الرياضات، والتي لا تساعد على تغطية العلاج أو العجز، عدا عن عدم وجود توعية أو تحرك من الأندية والاتحادات بهذا الشأن. كرة القدم الأردنية هي اللعبة الأكثر شعبية وجماهيرية، والتي تحتاج لهذا التأمين، كون التأمين الرياضي خطوة احترافية ولتطبيقها خطوة أولى، وهي رابطة الأندية المحترفة حتى تسير بإجراءات التأمين الرياضي. كان هذا كل ما لدي، وعودة إليك مهند. إذن شكرا معن. إذن التأمين الرياضي ما بين الاحتراف والهواة سيكون محور حديثي مع الأستاذ زيد الحباشي، مدير قسم العلاج الرياضي في اللجنة الأولمبية الأردنية. أستاذ زيد، مرحب فيك في المملكة. مساء الخير. الله يعطيك العافية، نورتنا. تسلم. يعني موضوع الشيق وجديد حقيقة، موضوع تأمين اللاعبين المحترفين، شرحنا بصورة سريعة يعني المفهوم بشكل عام عشان المشاهدين يعرفوا عن حديثنا عن أو الموضوع نتحدث عنه، لكن بدي أن نسمع منك ما هو التأمين الرياضي للاعبين. أولا أنا بدي أشكرك على التقرير الشامل، لأنه أعطى صورة واضحة جدا للتأمين الرياضي. نعم. التأمين بمفهوم العام هو عملية تقليل الخسائر،
والرياضة اليوم لما نحكي رياضة محترفين أصبحت المبالغ فيها كبيرة جدا، تتعدى ميزان يعني تشكل عبء على ميزانية الاتحادات، على ميزانية الأندية، على كل الأطراف. بنفس الوقت مش ذنب اللاعب إنه ينصاب ويخسر دخله، أوكي؟ ما دام اللاعب مشارك الكل مبسوط والكل مشجع والأمور تمام، نفاجأ بحدوث إصابة وهو وضع طبيعي يعني لازم يحصل في الرياضة. عند حدوث الإصابة لازم يكون في جهة معينة مسؤولة عن علاج هذا اللاعب أولاً ودخله بالدرجة الثانية. وهون بدخل دور التأمين الرياضي. نعم. التأمين الرياضي عند المحترفين اللاعب اللي يصاب ما بيتأثر نهائياً، يدفع علاجه، دخله بظل ثابت لغاية ما يرجع يلعب نهائياً. نعم. عند الهوال وضعية كثير مختلفة. لما نكون بنحكي محترفين ودوري محترفين فيفترض أنه اللاعب بيبني حياته على أنه لاعب محترف، على أنه عنده عقد لفترة معينة، على أنه بيعرف دخله خلال هاي الفترة. في الأردن كيف نتعامل مع الإصابات والخسائر المادية نتاج هذه الإصابات؟ بحكم اطلاعك يعني للألعاب المختلفة. لازلنا حقيقة متأخرين في موضوع التأمين. يعني احنا فقط في السنة اللي فاتت بدأ التأمين ضد الإصابات الرياضية بحيث أنه بيتحمل العلاج. نعم. وهذا العبء شلناه عن اللاعب، صار معفي من أنه يدور واسطة أو يشوف نعم. حدا يدينه ولا يدين أهله اللي يحمله تكاليف العلاج. هذا الجزء شلناه. نعم. أوكي. حاليا عندنا تأمين ضد الإصابات الرياضية بيغطي تكاليف علاج لاعبينا. نعم. أوكي. بصدق تجربة جديدة عمرها سنة، لازلنا نعاني من بعض الحالات السابقة اللاعب اللي أصيبوا زمان وبعد عندهم مشاكل. أوكي. بس خلال السنة اللي فاتت التجربة كانت كثير جيدة على الأقل بجزئية الضمان إنه طيب. ما يعتزش. طب المنظومة الرياضية في الأردن مهيئة لإدخال هذا النوع من التأمينات مع شركات التأمين؟ لأنه هذا تأمين يصمم خصيصا للاعبين اللي بيعملوا نشاط احترافي بما يختلف الألعاب، مش بس كرة قدم، نتحدث عن سلة، ألعاب قوى بنسميها highly competitive أو competitive ألعاب الأداء العالي. نعم. أول شيء بشكرك لذكر كلمة منظومة. نعم. لأنه هي الكلمة السحرية بهاي الجملة. الرياضة منظومة، أوكي، والعناية الطبية والصحية باللاعبين هي منظومة متكاملة تبدأ بإجراءات الفحص الطبي لهم قبل ما يدخلوا أساساً للرياضة حتى نضمن إنه ما فيش عندهم مخاطر عالية قد تؤثر على حياتهم ومستقبلهم. يضاف إلها تفضل. لا بدي أنا أقاطعك لأنه بدي أخذ تجربة فعلية عشان من يسمعنا يفهم تحديداً عند إصابة اللاعب شو هي الخطوات اللي عم بعملها النادي ومن ثم شركة التأمين متى تتدخل. وبالمناسبة بدي أحكي شوي للكاميرا مع المشاهدين، يعني أنا مسمي مش الأستاذ الدكتور زيد الحباشني وهو الذي أسس العلاج الطبي الرياضي في نادي الجزيرة الإماراتي وتعالجت من قبله وشفاني بعض الله سبحانه وتعالى أثناء إصابتي وأثناء معسكر هناك، وكان تحت إيده العديد من اللاعبين أقل راتب بحكي بالمليون، وتعرفنا على هذا النوع من أنواع العلاجات الطبية ومن ثم فتحنا موضوع التأمين الرياضي وشاء أن ينتقل إلى الأردن ويبني هذه المنظومة مع اللجنة الأولمبية الأردنية، وهذا هو سبب حديثنا عن هذا الموضوع المهم الذي يفيد اللاعبين لضمان مستقبلهم في حال الإصابة. أنت كنت دكتور في الجزيرة، نادي الجزيرة الإماراتي. صحيح. جورج ويا أحد اللاعبين. نعم. والكثير من اللاعبين المحترفين. فيليب فوكو ورافائيل سوبس. نعم. انصاب اللاعب شو بنادي الجزيرة الإماراتي، ماذا يحدث تلقائيا؟ اللاعب بيكون تم فحصه أساسا وفي عيادة بتتابع علاجه، انصاب. السيناريو. نعم. اللي ما حدش بيحبه. أوكي. قديش راتبه جورج ويا مثلا؟ جورج ويا كان دخله يصل إلى ما يزيد على مليون درهم شهريا. نعم. شهري يعني. نعم. ما يعادل 200 ألف دينار أردني. خسارته إذا خسر أو ما لعبش مباراة كم خسارة النادي؟ ولا شيء، 5 شهور مليون دينار. نعم. أوكي. هذا رواتب غير عن مكافآت في الأخرى. الأغلى كان رافائيل سوبس، كان عقده السنوي 5 ملايين دينار. نعم. أوكي. وأصيب فعلا. اللي طيب. بصير بالنسبة إلي أنا القضية واضحة، مجرد ما ينصاب لاعب في عنا بيتم إجراء الفحص الأولي له. بالفحص الأولي أوكي بيبين عندي إذا هاي الحالة هي حالة تستجي تحتاج فقط لعلاج رياضي أو علاج طبيعي أو متابعة داخل النادي لمدة 3 أسابيع. نعم. أو أكثر من هيك. نعم. إذا أكثر من هيك خلال أسبوع يتم إبلاغ شركة التأمين فيها إنه أنا عندي إصابة. نعم. أوكي.
بتتم كل الفحوصات للاعبي. انا كنادي كنت اتحمل راتبه ل 21 يوم مع متابعه علاجه. هذا بناء على تعاقد مع شركه التامين. على تعاقد مع شركه التامين. نعم. في اليوم 22 اذا ما كان رجع يلعب يحول راتبه لشركه التامين. فانا كنادي اذا عندي ثلاثه مصابين ما انكسرت ميزانيتي ومجبوره تدفع شركه التامين. نعم. بناء على التعاقد. واللعيبه بيكونوا ما خسروا دخلهم. نعم. اوكي. لغايه يستمر راتبه على حساب التامين لغايه ما يرجع يلعب. نعم. اذا نتج عن هاي الاصابه نسبه عجز جزئي وهو غالبا اللي بيحصل لانه الحمد لله عجز جزئي. نعم. كل ما واجهنا تحسب نسبه العجز بناء على دخله. نعم. هذا النوع من التامين زي ما حكيته بالمقدمه بالضبط. نعم. هو بياخذ نسبه بسيطه جدا. يعني في حالات اللاعبين اللي تحت ال 25 سنه مثلا النسبه. نعم. كانت تصل الى 1 بالألف. نعم. من دخله، فهي مبلغ كثير بسيط بس بتحميه وبتحمي مستقبله. طيب بهذه الحاله اللي تحدثت عنها انت حميت اللاعب. نعم. اخذ رواتبه. صحيح. امنت مستقبله في حاله العجز. صحيح. وايضا خففت تكاليف على النادي. نعم. نادي الجزيره الاماراتي. طيب هذه الحاله هل نستطيع عكسها هذا النموذج في الاردن؟ اليوم لا. اليوم لا، لانه باقي اجزاء المنظومه مش موجوده. مثلا اجراءات الفحص الطبي الاساسي مش كامله عندنا، التجهيزات الطبيه اللي تهتم بهذول اللاعبين لفتره 3 أسابيع مش موجوده، فاي. نعم. شركه تامين لما هذا متطلب، هذول ضروريات. نعم. بدون توفرهن اوكي الارقام اللي بتطلبها شركه التامين حتكون. نعم. خياليه وتصير عمليه مش مجديه، فهي. نعم. منظومه كامله لازم النظر إلها. بس اليوم احنا لازم نبدا بتامين يغطي على الاقل تكلفة العلاج. طيب. احنا اليوم عندنا مجموعة لاعبين بتعرضوا لإصابة. دكتور، أولى الخطوات يعني احنا بدناش نكون من هذا الحديث بس منظرين، ولكن ما هي أولى الخطوات الواجب اتخاذها ومن يجب أن يأخذها؟ أولى الخطوات هي مسؤولية الجهات اللي بتنظم مسابقات. نعم. مسؤولية الجهات اللي فيها اللاعبين الأندية، ماشي، مسؤولية هذول الناس القانونية والأخلاقية. نعم. إنه يأمنوا لاعبتهم ضد الإصابات الرياضية. نعم. هذه الخطوة الأولى. اللي لازم نتذكره انه اللاعب جاي يستمتع. نعم. بس اللاعب يدرك البيئه اللي حواليه. اللاعب لما يعرف انه مؤمن اساسا. نعم. هذا بيعطيه نوع من الاطمئنان وبيعطيه نوع من الـ من نعم. من الولاء. نعم. خليني اسميه لنادي لانه يدرك انه محمي. بعكس اللي بصير. بعكس اللي بصير لما اللاعب عارف انه اذا انا انضربت راح اروح في الدار وما عنديش دخل وما عنديش شيء. نعم. اوكي. فتأمين اللاعبين هو بالأساس عنصر دعم نفسي لإلهم غير عن أنه حق مشروع. نعم. هو عنصر لدعمهم نفسيا. نعم. تشجيعهم على اللعب وإظهار إمكانياتهم اللي موجودة عندهم. طب يمكن الآن اقتطاع في اللاعبين اللي عندهم تعاقدات مع أنديتهم أو مع الاتحادات، هل يمكن عمل بوليصة التأمين ضد العجز أو الحياة أو الوفاة لا قدر الله؟ تؤمن للاعب مستقبله، يكون مطمن لمستقبله وتقتطع من راتبه. هلا انا وياك بنعرف يعني بخبرتك الرياضيه اذا تقدم 5 أشخاص 10 أشخاص لشغله زي هيك بالتاكيد لا. انما اذا كانت هذه على مستوى اتحاد واعداد كبيره انا متاكد انه ممكن. يعني باستطاعه الاتحادات اللي عندها فرق او منتخبات. نعم. او انديه ان تؤمن كافه لاعبينها بمختلف الانديه والاتحادات مع شركة التأمين ببوليصة. حتى في التجربة. نعم. في تجربة المحترفين بالإمارات احنا بدل ما نتقدم كأندية بأعداد محدودة كانت الفكرة ان تتقدم كل أندية ابو ظبي تحت شعار الجهة المنظمة. نعم. هي مجلس ابو ظبي. ماذا عن شركات التأمين في الأردن؟ هل تؤمن هذا النوع من التأمينات؟ شركات التأمين في الأردن زيها زي اي مواطن أردني ثاني بتنبسط لفرصة جديدة تحتاج لنموذج تشوفه. نعم. يعني احنا السنه اللي فاتت فكره تامين ضد الحوادث ضد الاصابات اخذت معنا 4 شهور. نعم. السنه هذه بالعكس احنا اجتنا العروض مجرد ما اتصلنا في. نعم. 3-4 أماكن لانه النموذج طبق. النموذج طبق وشافوا الناس لمده سنه ومربح بالنسبه لهم. بالضبط. نعم. صحيح. نعم. دكتور انا بدي يعني الكلام معك عم بيمشي بشكل سريع واعتقد انه مهم للغايه لكل اركان اللعبه سواء كانوا مدربين لاعبين وكل من يلعب اللعبه بشكل مهما كانت بشكل احترافي. صح. كلمه اخيره بصوره سريعه. اتمنى انه نعطي لاعبتنا اللي بيستحق وهم يستحقوا الحمايه. نعم.
في الأساس، وساعتها بنقدر نطالبهم بالنتائج. نعم دكتور زيد الحباشني مدير قسم العلاج الرياضي في اللجنة الأولمبية الأردنية، بدي أشكرك جزيل الشكر. شكراً لك. وشرفنا في المعنى. شكرا لك، تسلموا وبهنيك على الإمكانيات. شكرا جزيلا لك. إذن بهذه المواضيع مشاهدينا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بمواضيع جديدة. إلى ذلك الحين تحية وإلى اللقاء.